والله انا شفت جون دلوقتي، والله شفت الجون الثالث لسموحه، كانه مروان حمدي ده بيلاعب لو مركز شباب شطوره ما كان دخل فينا الجون ده. ده جاب الكوره من قبل نص ملعب النادي الاهلي، بيرقص وبيجري وبيرقص كل اللعيبه شمال ويمين، فكرني بمارادونا في انجلترا، هدف مارادونا في انجلترا. مروان حمدي عمل في الاهلي كده، مارادونا في انجلترا في 86 عمل كده، خد منتخب الانجليزي كله شمال يمين، مروان حمدي عمل كده دلوقتي. والاهلي فين؟ كله سرحان 3-0 لحد دلوقتي. ربنا يستر قبل ما عايز اخلص الحلقه واروح بصراحه. يعني قبل ما اروح للشيخ خالد وضيوفي الكرام، شويه اتكلمنا في موضوع امل ماهر. طبعا قنوات اللي موجوده